شفنا قبل كده عملية التهريب اللي فكست ست ساعات قبل كده. تعمل ايه هنا؟ مين اللي بعتك؟ كمان بتستنى؟ خش جوه جوه. وأكد المصدر أن الإصلاحات جارية. والخبر الأخير في هذا الموجز: اختطاف سائحة آسيوية في شرم الشيخ في ظروف غامضة. يا ساتر، خطف خطف، كفاية خطف بقى. خطف ايه يا عبيط؟ ما شفتش منظرها. مين هيخطفها دي؟ تلاقيها حبت واحد من بتوع شرم وهربت من أهلها. دي شكلها هربت منك انت. اخرس يا زفر حبيبي. والله واسع يا انت وهو. ايه عايز تقول حاجة؟ ربنا علقاوي. ما انا قلت كده برضه. ازيكوا يا قوامير؟ انا بقى جبت لكم المهلبية اللي انتوا بتحبوها، بس لازم ناخد الدواء الاول. هنبتدي بمين؟ افتح بقك يا عم محسن. محسن مين ده؟ اسمه سناء. خد الحباية عشان مش عايزين يحصل زي المرة اللي فاتت. ما تفكرنيش. يخليك لينا يا حبيبتي. هيشحد بقى. ايه ده؟ انت لسه مقموش؟ حبيبي والله. والمنوم يا عم طلعت عشان تعرف تنام. اخلصي. برافو. انت برضو ما بلعتهاش قبل. عمين يا كروزي، هدي مؤامرة. دول عايزين يموتون دلوقتي. مع خدمة فوزي من اتصالات انت ممكن تلاقي عروض على السينما او الاكل او محل. ياه، انا كنت بحب السينما او زمان. ايه اسم فوزي ده؟ طب ما تروح السينما. ايه المشكلة؟ فوزي ده اسم وحش قوي. خلاص راحت علينا. تعرف عين اسم فوزي كلام؟ ما تقولش خلاص راحت علينا. هما اللي عايزين يفهمونا كده. عمالين يدونا في أدوية عشان تنمل دماغنا لغاية ما نموت، وعايزين يحسسونا ان الدنيا خلصت. بس لا، الدنيا ما خلصتش. الدنيا ما خلصتش. الدنيا ما خلصتش. الدنيا ما خلصتش. الدنيا اتصالات. الدنيا لسه فيها اكتر. الدنيا لسه فيها اكتر. ولو عايز تروح السينما نبقى ننزل ونروح السينما. طب والصقر اللي قاعد لنا بره ده؟ ايه اللي كده؟ خش جوه يا عم. ما تخلينيش افرج المسدس فيك. ما كلنا عارفين ان المسدس صوت. ايه ده؟ مين اللي قالك؟ نخمده. دي المهلبية بتاعتي. لازم عندك اللي جايبك هنا. اتكلم انت. احلى فنجان قهوه عشان تصحصح لنا كده يا صقر. جو جو. داخل يا حبيبي. داخل داخل يا حبيبي. داخل. ايش ايه؟ رجلي على رجلكم يعمل لكم فتحه دلوقتي. هتنزلي كده قدام شمس؟ ما يصحش. ما يصحش ايه؟ طب خلي حد يقول حاجه. طب خش في الصف. بس انا بحب ملعب العروسه يا بابا. لا ما لازم حزن يا بابا. انت بتعمل ايه؟ ولاد الحرام كتروا. طب الراجل اللي اتقتل ده ما مات؟ حد طلع الراجل ده بره. الله ما يصحش كده. بره بره. شوف شغاله تاني. بقول لك ايه، مش عايز حد يكلمني على الاعلانات تاني، فاهم؟ قول لهم ممدوح فرج مش هيعمل اعلانات تاني. هي دي الرجوله اللي بدور عليها من زمان. مرسي على ذوقك يا مدام. احكي لي عن دراعك، مسميه ايه؟ لو سمحتي ما بحبش اتلمس. ايه ممدوح فرج، خايف من ست ولا ايه؟ انا قلت ما بحبش اتلمس.
ودي عشان تفتكرني. تسلم ايدك يا ممدوح يا فرج. شفتم؟ نروح بقى. نروح مين؟ هيحصل لنا ايه يعني؟ يا فرج يا لد، خدتني على اخوانا. حد جعان؟ يا خسيس، قصرت رقبتي. مين؟ فوزي. فوزي لا، مش عايز اسمع شريط فوزي تاني. ممكن يا حبيبتي تجيبي لي المنديل لحسن نسيته جوه؟ طب استنوني في العربية لحد ما جيلكم. لما بيبا بيفتح ازاي ده بس؟ انشف يا سونسون. يا ابو سريع، انت بتعمل ايه هنا؟ كنت فين؟ كنت في الجونة. الجونة؟ وحلوة دي؟ زي الفل. جونة جونة جونة. عرفت كل حاجة. انت لسه قاعد؟ ما تنزل فوزي، انزل، الدنيا مستنياك.